مفتوحة بهذا الصباح بانطلاقة الشوط 17. أجدد لكم التحية وأرحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقة شوط الإجداع بكار من مسافة 6 كيلومترات. نسير معكم مشاهدين الكرام ونتابع المقدمة وصدارة الشوط. هناك وعود لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع أول المراكز مع صدارة الشوط. النقلة مباشرة مع المركز الثاني مريفة، أيضا لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية في المتابعة والتضمير، ولكن من غيرت الواعية غيرت واحتلت المركز الثاني وعينها مباشرة على مقدمة الشوط لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري بالمتابعة والتضمير. من غيرت الواعية إلى مقدمة الشوط واحتلت صدارة هذا الشوط مباشرة إلى المقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن حسين بن هيان العامري مع المركز الثاني. المركز الثالث صوغة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فهد بن حسين النعيمي يصل مع المركز الثالث بهذه المنافسة. المركز الرابع، المركز الرابع هناك قحيدية لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيب العملاق في المتابعة والتضمير مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع ونشاهد وعود لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي يقدم لنا وعود مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى المتقدمة بهذه المنافسة بهذه الشعارات اللامعة والمتميزة. نسير ونعود مباشرة إلى مقدمة الشوط بهذه المنافسة الواعية مع أول المراكز تسيطر على زمام الأمور. تنطلق مع بداية هذا الشوط بالشعار العنابي الذي أبدع وتميز بهذا الصباح هجن الشحنية في مقدمة الشوط، وسالم بن فاران المري في المتابعة ينطلق ويتابع لنا الواعية مع أول المراكز. النقلة مباشرة مع المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن حسين بن هيان العامري يتابع الشاهينية مع المركز الثاني بهذا التحدي والانطلاقة، وأعلن التحدي مع ثاني المراكز. المركز الثالث، المركز الثالث صوغة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة فهد بن حسين النعيمي يتابع صوغة التي تنطلق مع المركز الثالث بهذه المنافسة. المركز الرابع، المركز الرابع هناك وعود تغير بهذه اللحظات وتحتل المركز الثالث لهجن الشحانية العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع وعود بهذه الانطلاقة مع المركز الثالث. المركز الرابع هناك مريفة لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية المشاغب يتواصل بهذه الانطلاقة مع المركز الرابع. المركز الخامس صوغة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفهد بن حسين النعيمي متواصل مع تحدياته بمتابعة صوغة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمسة المراكز الأولى المسيطرة بتحديات هذا الشوط، منطلقة مع الخمس المراكز المسيطرة في زمام الأمور بهذه المنافسة المشرفة من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية بهذا الكرنفال المتميز والحفل الكبير مهرجان المؤسس الذي يشهد هذه الشعارات اللامعة من أرضية هذا الميدان المتميز. نسير مع المقدمة، نسير مع البداية، وهناك الواعية ما زالت هي القائدة لزمام الأمور. تنطلق مع البداية والصدارة تحتل المرتبة الأولى بهذه المنافسة بشعار هجن الشحانية وسالم بن فاران المري الذهبي. الذهبي يقدم لنا الواعية في مقدمة الشوط تسيطر وتتألق مع أول المراكز. المركز الثاني الشاهينية في الملاحقة بانطلاقة الشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك المتابع حمد بن سهيب الهيان العامري يتابع الشاهينية مع المركز الثاني بهذا الشعار المتميز والجميل. النقلة مباشرة مع المركز الثالث، وعود تصل إلى المركز الثالث بشعار هجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي بالمتابعة والتضمير. المركز الثالث الرابع هناك مريفة، مريفة تصل إلى
المركز الرابع بهذه اللحظات، تتسلل إلى المركز الثالث لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، يتابع مريفة على المركز الثالث. المركز الرابع وعود لهجن الشحانية، سلطان محمد الوهيبي يتابع وعود مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك صوغة وتواجد شعار سمو الشيخ حمداب الراشد بن سعيد المكتوب بمتابعة فهد بن حسين النعيمي، من يتابع صوغة مع المركز الخامس التي تتسلل إلى المركز الرابع مباشرة بهذه المنافسة وتحديات هذا الشوط. المركز الخامس هناك خامس المراكز تصل بهذه اللحظات الواصلة، وصلت الواصلة بشعار هجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة بمتابعة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، من يتابع الواصلة، من وصلت إلى المركز الخامس بهذه المنافسة. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى المسيطرة والمسيطرة والمتحدية من أجل الناموس، من أجل النصر ومن أجل الظفر بناموس هذا الشوط. نسير ونعود مباشرة إلى بداية هذا الشوط وإلى التغيرات التي جرت وطرت بهذه المنافسة الشاهينية، غيرت واحتلت المقدمة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بمتابعة وانطلاق حمد بن سهيل بن هيان العامري الذي يتابع الشاهينية في مقدمة الشوط. الواعية ما زالت تتواصل بموقع المنافسة وتحديات هذا الشوط لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري الذهبي، ودائما يتواصل مع موقع التحدي والانطلاق الأول هناك مع البداية والصدارة. المركز الثالث هناك مريفة لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يتابع مريفة مع المركز الثالث. المركز الرابع تصل الواصلة لهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة بمتابعة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، وخامسا انطلاق وعود لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي في المتابعة والتضمير. الله الله الله، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمسة المراكز الأولى المتنافسة والمتصارعة من أجل الناموس. نعود هناك مع البداية والتحديات الثنائية التراثية المتميزة في مقدمة الشوط. الكيلو الأخير، الكيلو الأخير يا مضمرين، الكيلو الأخير يا مشاهدين. هناك الشاهينية في مقدمة الشوط بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وانطلاقة هجن الشحانية مع المركز الثاني. هناك انطلاقة الواعية، الواعية والشاهينية واللحظات الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية والمنافسة وتحديات هذا الشوط مع الثنائية المتميزة التي تنفرد بصدارة الشوط. ولكن الواصلة واصلت الواصلة، وصلت الواصلة مع المركز الثالث لهجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي بالمتابعة. ولكن أعود مع المقدمة الشاهينية، ما زالت هي القائدة لزمام الأمور لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن سيب هيان العامري يتابع. ولكن الواعية بدأت الحركة وبدأت الأوامر في اللحظات الأخيرة. الشاهينية انطلقت مع البداية وتواصلت مع الناموس بهذه اللحظات، تواجدت على أول المراكز وانتزعت الناموس. الرياضي الشامل يحصل على النقطة الثانية بهذا الصباح، تهانينا والمبروك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني لحمد بن سيب بن هيان العامري من تابع الشاهينية إلى خط النهاية. أعلنت الفوز والناموس، سلام سلام وتحية واحترام إلى هذا الشعار، تهانينا والمبروك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز الشاهينية بناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصلت الواعية لهجن الشحانية المركز الثالث، الواصلة لهجن الرئاسة المركز الرابع. المركز الرابع صوغة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الخامس توزيع لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، ها هي المنافسة والتحديات وانطلاق هذا الشوط مع تواجد الشعارات اللامعة والمتميزة، الشعارات الكبرى الذي تنطلق بهذا الصباح مع تحديات هذا الشعار. مشاهدينا الكرام نتابع الآن ملخص وختامي هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة عندما انتزعت الشاهينية ناموس هذا الشوط واهدت السلامات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا والمبروك، جاءت بتوقيت زمني وقدره 9 دقائق 26
23 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا ألف مبروك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والثاني موصولة لحمد بن سيب الهيان العامري المركز الثاني. وصلت الوعية بتوقيت زمني وقدره 9 دقائق 29 ثانية 80 جزء من الثانية. تهانينا مبروك لهجر الشحانية، والثاني موصولة لسالم بن فران المري والذهبي على فوز الوعية في المركز الثاني. المركز الثالث الواصلة وصلت بتوقيت زمني وقدره 9 دقائق 33 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا مبروك لهجن الرئاسة، والثاني موصولة لسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. مشاهدي الكرام، تهانينا مبروك لجميع الأخوة الفائزين.